السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد. الفيديو النهاردة يا جماعة يمكن فيه مفاجأة حلوة قوي أنا مجهزها لكم، فيمكن مفاجأة بالنسبة لي، إنما بالنسبة لكم مش عارفة دي هتبقى مفاجأة ولا لأ. بس بحقيقي حقيقي بجد والله أنا مبسوطة وفرحانة قوي، لأن فعلا أنا لقيت حاجة كويسة جدا فرحتني. أنا طالعة عارف النهاردة ما شاء الله لقيت حاجة كويسة. المفاجأة يا جماعة، يلا سموا الله كده واعملوا لايك عشان تفرحوا وياي زي ما انا فرحانة دلوقتي كده، وتشوفوا احلى مفاجأة معمولة. يلا يا جماعة اعملوا كده لايك، عايزة كل حبايبي اللي بيتفرجوا على الفيديو اعملوا لايك. مبدئيا كده يا جماعة، في الأول خالص ناس كتير بقت تسألني بتقول يا أم شيماء أنت جبت الوز وما بتصوريش عليه ليه، ولا بتعملي فيديوهات عليه ليه؟ انت شجعتنا نجيب وز ومش عارفه ايه. وفعلا يا جماعه هو الرز تربيته كويسه جدا وتربيته جميله جدا، بس انا هقول لكم انا ما بصورش ليه. انا يا جماعه ما بصورش لان طبعا انا كنت جايباهم عدد محدود، فكنت بصوركم في الاول يعني كنت اوريكم ازاي بنرب الوز وازاي الوز بيبقى ماشي كويس لغايه ما شاء الله. والوز تربيته بتبقى سهله يعني، هو عامه يمكن لو تفتكروا ان انا قلت لكم الوز ده يا جماعه يعتبر تربيه الهبل. في ناس كتير ضحكت قالت يعني الهبل ايه يا ام شيماء؟ انا بصراحه زيكم كده، كنت اسمع دايما الناس تقول الوز دوت تربيه الهبل. يعني ايه؟ يعني اللي ما بتعرفش تربي وز او ملهاش في التربيه خالص بتربي الوز، لانه بيبقى تربيته سهله وبسيطه خالص، يعني بيبقى مش محتاج بقى ولا بيتعب ولا بيحصل له اي حاجه. هو ما شاء الله يختلف عن البط تماما، وبيجي كمان سريع يا جماعه، فمعنى كده هو تربيته سهله وبسيطه وكويسه جدا. اكلوه خضره على طول، يعني اكلي شويه دش هتضحك عليه بشويه دش، شويه عيش هتقطعي لهم، شويه برسيم هتقطعي لهم، ما شاء الله. يمكن انا كنت جايبه يا جماعه دفعه عندي كانت بسم الله ما شاء الله، يمكن قبل ما افتح القناه كان كل اكلها برسيم، كنت اجي احط لها دش ما كانتش ترضى تاكل دش، احط لها ذره حصى ما كانتش تيجي ترضى، ولا كانت بترضى تاكل اي حاجه خالص الا هو البرسيم. بسم الله ما شاء الله كانت بتكبر وكانت بتفحل برده وكانت تقيله وما شاء الله كويسه جدا، ده قبل ما افتح القناه. وكنت جت فتره قطعته خالص، يعني انا كنت قطعته خالص لانه كان غاب برده في البيض وكده وكنت قطعته خالص. فانا قلت هربوها معاكم كده يا جماعه ونبدا معاكم. يعني انا كنت جايباه عمر اسبوع وبقيت اصوره لكم يعني دايما، وبسم الله ما شاء الله لما كبر بقى قلت بقى خلاص هو كده ايه يعني ما عدتش بقى هصور. فالدفعه دي يا جماعه انا كنت جايباها متاخر شويه، يعني اعتبر انا كنت جايباها اصلا في اخر الموسم تمام. فكنت جايبه يعني كنت ذبحت منها وكانت في واحده منهم ماتت، فانا كنت ذبحت يا جماعه منهم واحده، يعني انا كنت ذبحت منهم واحده وكانت في واحده فيهم ماتت في الشطه زي ما انا كنت قلت لكم برده ان هي مات منهم واحده ايام الفيروس ما كان جه. وما شاء الله بقى الثلاثه اللي انتم شايفينهم قدامكم ده، في ناس الله يكرمها قالت البط الوز دوت فيه ذكرين وفيهم انتاي، وفعلا انا فكرت كده. ليه؟ لان هما كان يعني ما شاء الله فيهم واحده تحس ان هي قليله شويه، القليله دي شيء طبيعي ان هي بتبقى انتاي. فالاثنين دولت منهم ما شاء الله يعني في احجام واحده، فانا كنت طالعه قلت ايه طالما هما ذكرين اطلع اذبح منهم واحده واسيب ذكر وخلاص مع الانتاي. فاتفاجئت ان انا، فطبعا دي مش المفاجاه، دي بعيد خالص عن المفاجاه اللي انا ان شاء الله هقول لكم عليها. فاتفاجئت ان انا لقيت دي كمان انتاي، يعني اتفاجئت ان انا لقيت فيهم ذكر واحد بس، يعني لو كنت ذبحت بقى منهم كمان واحده كان مش عارفه بقى يا كنت اذبح الذكر يا الانتاي. فما شاء الله لقيت اللي انتم شايفينها ديت دي لقيتها انتاي وما فيهمش الا ذكر واحد بس، لان كانت في ناس الله يكرمها قالت ايه انت عندك ام شيماء ذكرين وعندك انتاي، فانا قلت خلاص انا طالما عندي ذكرين انا هذبح بقى ايه ذكر وهسيب ذكر وانتاي بس. فالنهارده اتفاجئت ان انا لقيت ما شاء الله ما فيش الا هم ذكر بس والاثنين انات. فانا ان شاء الله قلت بقى ايه طب اما اشوفها كده اتاكد قبل ما اذبحها، ما شاء الله لقيتها موسعه جدا خالص خالص، يعني ما شاء الله اللي انتم شايفينها قدامكم ديت ده يا جماعه ده اللي لقيتها انتاي ما شاء الله، انما اللي في الوسط ده اللي لقيته الذكر ده. فقلت بقى كويس ان هم ايه طلعوا انتايتين وذكر، ده قلت كويس. كانت في برضو اخت ليلى على القناه يعني الله يكرمها، كانت قالت لي ان البيض الوز يا ام شيماء انا جايباه معاكي وبض عندي ورقت بقاله اسبوع، ربنا يا رب يبارك لها وتفرح في تربيته. فقلت بقى خلاص انا الوز عندي، اصل انا اصلا كده كده انا جايباه متاخر، يعني يعتبر اصلا انا جايباه في اخر الموسم. فانا قلت بقى هي حاجه من اتنين، يا اما هبيعه يا اما هذبحه تمام. فعلا انا كنت فعلا يعني كنت حاطه يعني خلاص دماغي على كده، يا كنت هبيعه يا كنت هذبحه. فانا قلت بقى ايه يعني ممكن انا كنت قلت لكم الكلام ده يا جماعه في الفيديو اللي فات قبل كده، قلت لكم لو هو ما بطش السنه دي يا هبيعه يا هذبحه، فلان لا حرام بقى ان هو مثلا يقعد سنتين ويكلفنا اكله وما يكونش منه نتيجه ولا حاجه. فقلت لا خساره حرام،
ففعلا ده اللي انا كنت ناوي عليه، كنت هذبحه يا اما كنت هبيعه. ده طبعا يا جماعه مش المكان بتاع الوز خالص، ولا ده مكان البط. انا بس يعني ايه بسيب الاوض كده مفتوحه على اساس ان المكان ده بيجي فيه شمس وهواء، بيبقى البط يعني ايه بيبقى يعني بيخرج هنا في المكان دوت، بيجي له شمس بيجي له هواء، بدل ما يبقى مكتوم في الاوض طول النهار لا. والمكان ده كمان بيبقى نور، فانا بعرف اصور فيه لان الاوض بتبقى ضلمه شويه، فالصوره بتطلع عتمه شويه، فانا بخرجه هنا. فان شاء الله يعني ايه انا هوريكم بقى مكان الوز جوه باذن الله. في مكان بقى يا جماعه جوه كده يعني يعتبر زي عيشه صغيره كده جنب عيشه الفراخ، انا كنت عاملاها يعني عيشه صغيره كده حتى جنب الفرن اللي انا كنت شدت لكم من تحته قبل كده البط بتاع البطه، لان في بطه نايمه تحت الفرن، فبالصدفه كان في عدايه جنب الفرن تمام. فتعالوا بقى اوريكم لقيت العدايه ديت فيها ايه. تعالوا بقى كده يا جماعه نسمي الله كده مع بعض. يعني العدايه ديت ما شاء الله دي ما كانش فيها قش ولا كانت فيها اي حاجه. فانا اولا خرجت العدايه ديت او البرنيكه ديت على ما اصور لكم بس، وان شاء الله هدخلها تاني لان المكان جوه ما ينفعش ان انا اصور فيه. فانا كده بسمي كده بقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا زي ما انتم شايفين انا ما كنتش اعرف ان الوز بيبيض خالص خالص، فما شاء الله قلت يمكن ده بيضبط، فبسم الله ما شاء الله ده طبعا عمره ما يكون بيضبط. شايفين ده بيض وز يا جماعه، شايف الحجم بتاعه قد ايه، كان بسم الله ما شاء الله يمكن قد بيض البطه مرتين اهو، لقيت ايه ده واحده وده واحده ما شاء الله. شايفين البيض عامل ازاي، بتبقى طويله يا جماعه وبتبقى يعني ايه كبيره شويه. ده بيض الوز. فانا حطيت بقى العدايه ديت ملاتها قش كده زي ما انتم شايفين ما شاء الله، شايفين قد ايه البيضه. ده كده يا جماعه لقيتها ما شاء الله بيضه اتنين اهمت في قلب المكان. ما تتصوروش بقى انا يعني انا بقت فرحانه قد ايه لما عرفت ان البط الوز باب، بعد ما كنت خلاص انا يئست منه، انا قلت خلاص انا ما عدتش هرب الوز دي تاني. يعني ما شاء الله يعتبر قعد سنه كامله هي ولسه اولك شيء لسه يبيض، فهو طبعا في اخر السنه ده مش هيعتبر مش هيجيبها اللي هي بطن واحده بس. بعد كده بقى هيقعد بقى يعني استنظري بقى اما يبقى يبدا بقى يبط تاني ويجيب لك بقى كام بطن كده في السنه الجديده ان شاء الله. فطبعا انتوا يا جماعه عارفين ان بيض الوز بيبقى زي بيض البط، بتحطيه في نفس المكان ما بتنقلهوش. فانا ان شاء الله جبته بس على اساس في المكان ده في النور كده على اساس ان انا اصورهم لكم، وان شاء الله يا جماعه هرجعه تاني. يا جماعه كانت احلى مفاجاه بالنسبه لي، فانا حبيت ان انا اطلع افرحكم بقى واقول لكم بقى يا جماعه الناس اللي هي يعني ما عندهاش لسه الوز بتاعها برضه لغايه دلوقتي تطول بالها وما تيأسي، وان شاء الله يعني برضه هيبقى في خير باذن الله جاي. فانا الناس اللي هي كانت سالتني عليه قلت لكم يا جماعه ان انا مش هعرف ان انا اطلع اعمل فيديوهات عليه الا اذا بيض، ان شاء الله هطلع اعمل لكم على حلقه، لو بيض هطلع اعمل لكم على حلقه. فان شاء الله يعني الحمد لله لما انا لقيته بيض كده وما شاء الله لقيت المنظر اللي انا شفته الجميل ده، فعلا ده منظر فرحني. يعني حسيت ان هو فعلا بقى ايه هيبدا يطلع لي بقى وز بقى صغير. طبعا انا بحب يعني الوز يا جماعه ده بيبقى منظره جميل قوي وهو صغير، وبحب اساسا تربيه الوز، فقلت الحمد لله ان انا هيطلع لي بقى يعني ايه تربيه وز كويسه كده. بس قولوا يا رب بقى ان هي ايه يعني تبيض لها شويه حلوين، ما تبيضلهاش كميه بسيطه، بس يا رب بقى يكون العنقود بتاعها كويس. يعني لان في الناس بقى ممكن تقول ده ممكن تجيب سبعه ممكن تجيب سته، يعني على حسب. هي لو العنقود بتاعها كويس ما شاء الله هيجيب، وخصوصا ان ديت لسه في البدايه بتاعتها، يعني ممكن يكون العنقود لسه بتاعها قليل شويه. فيعني الحمد لله بقى اللي ربنا هيرزقه هنقول الحمد لله وهنربي مع بعض خالص. ده كان الفيديو بقى بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب انه يكون عجبكم، واتمنى كمان يكون المفاجاه بتاعتي تكون فرحتكم زي ما هي فرحتني. فقلت يا جماعه يعني ايه يعني متابعيني لازم اطلع برضو اعمل لهم المفاجاه ديت وافرحهم زي ما انا فرحت، لان طبعا انا يعني على طول اي حاجه بتحصل عندي بطلع اقولها لكم، ولازم وانتم بتبقوا عارفين كل حاجه، فانا قلت لازم يعني ايه اعرفكم عشان الناس اللي هي دايما بتسال الوز عمل ايه الوز عمل ايه. فالنهارده ان شاء الله يا جماعه كانت الحلقه بتاعتي كانت على الوز، واهو انا قلت لكم هو بقى ان هو بدا يبيض ما شاء الله. فدي كده اول واحده باضت، يا رب عقبال الثانيه يروح تبيض. هي ما شاء الله انا مسكتها لقيتها ما شاء الله موسعه جدا، يعني ممكن بعد ده على طول باسبوع كده ابص الاقيها بيضه، يبقى خير وبركه. يبقى احنا كده الحمد لله عندنا ايه ذكر وانتيتان، يبقى كده على قد الوز تاني يبقى كويس. ولو رقدت باذن الله وطلعت ان شاء الله انا اسيبهم، ما لقيتهاش رقدت وما طلعتش اعرفوا ان انا ان شاء الله هذبحهم وهجيب رقبتهم، لان خلاص بعد كده مش هربي وز تاني تمام. فادعوا بقى معايا قولوا يا رب ان هي تنام وتطلع علشان ان شاء الله اربي التربيه بتاعتها معاكم باذن الله، ونتابع مع بعض كده تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يا رب يكون عجبكم، واللي لسه ما عملش بقى لايك يا ريت يعمل لايك في اخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.